مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم، يضع أساس مقاربة أكثر شمولية لتسيير شؤون الدولة، انطلاقاً من كونه يوسع دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح، ويؤكد بقوة مبدأ المراقبة في جميع المستويات، ويعطي آفاقا جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية، ويحرر الإمكانات الإبداعية والمبادرة الخاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق، حيث سيساعد الدولة ويعطي للدولة وظيفة أساسية للضبط.